الرئيس جاسم الخرافي العائد بقوة يؤكد لن يستطيع أحد إيقاف مجلس 2009 عن دوره، والأمر رهن فيما يقرره سمو الأمير. وزير الإعلام السوري يضع الجريمة برسم الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. المجموعات المسلحة تهاجم الإخبارية السورية وتقتل 3 من الإعلاميين. انفجار يقتل عائلة أحد المسؤولين في حزب الفضيلة، والمالكي ينوي طلب حل البرلمان إذا فشل الحوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة الفوت الفضائية. بقوة القانون عاد إلى رئاسة المجلس، وبقوة الدستور أيضا سيترأس الجلسة المقبلة، وسيضرب بمطرقته استكمالا لإجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية. جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة أكد أن لا أحد يستطيع إيقاف مجلس 2009، وكشف أنه ينتظر أن يكلف الأمير رئيسا للحكومة حتى يدعو مجلس الأمة إلى الانعقاد، وأكد أن لا خلاف مع رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك، وشكك في تصريحات نسبت للمبارك يرفض فيها حضور جلسة القسم لأن عدم الحضور يطعن بمرسوم الحل. بعد الجدل الكبير الذي طغى على الساحة السياسية حول نوعية الإجراءات الدستورية الصحيحة اللازم اتخاذها للمرور بسلامة بمجلس الأمة بسبب الوضع الناتج عن حكم المحكمة الدستورية والذي أعاد مجلس 2009 بقوة القانون، أكد اليوم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن عودته جاءت لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى وجود عدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها لتفعيل الحكم. أولها كان تقديم الحكومة استغالتها حتى يمكن للحكومة الجديدة القسم أمام المجلس، الأمر الذي يتطلب دعوة لإنعقاد الجلسة، وهو ما سيقوم به فور تشكيلها. كان لابد من أن أتواجد لاتخاذ الإجراءات لتنفيذ حكم محكمة تابعة لسلطة قضائية دستورية. لقد تم اتخاذ الإجراء الأول، وهو تقديم استقالة سمو رئيس الوزراء لسمو الأمير حفظه الله. سنقوم بالاستماع لأداء الإخوة الوزراء ورئيس الحكومة لقسمهم أمام المجلس كحكومة جديدة. إذا ما كان هناك نصاب سأرفع الجلسة وأدعو لجلسة أخرى، وإذا ما اكتمل النصاب في الجلسة التالية سأرفع الأمر لسمو الأمير مجلس 2009 مجلس قائم حسب حكم المحكمة. اختلفنا أو اتفقنا مع حكم المحكمة إنما القرار هو قرار نهائي. من جانب آخر أوضح الخرافي أن لجان المجلس المنتخبة في مجلس 2009 قائمة ولا يمنعها من أداء عملها سوى استكمال النصاب، نافيا في الوقت نفسه وجود أي خلاف بينه وبين رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك يفوق اختلاف وجهات النظر. اللجان اللي تم انتخابها قبل حل المجلس قائمة، وبالتالي بالإمكان أن تقوم بدورها، وما يمنعها إلا عدم اكتمال نصابها. لا أبدا، بالعكس، يعني قد نتفق نختلف في الإجراءات اللي تم اتخاذها، ولكن ما أكل إلا كل تقدير واحترام، وأتمنى له النجاح لأن نجاحه في مهمته هو نجاح لاستقرار الكويت. وحول اجتماعه مع النواب والذي تناقلت وسائل الإعلام أنباء عن رفضهم عقد جلسة واحدة لتصحيح مشكلة حكومية، أوضح الخرافي أنه تم نقل وجهة نظرهم لسمو الأمير، كما أكد أن لا أحد من النواب السابقين قدم استقالته
أو يريد تقديمها، والدليل أقوال عدد من النواب المتهمين باقتحام مجلس الأمة في المحكمة. بلغ سمو الأمير في آراء الزملاء، وبالنهاية ما يتعلق بالقرار المطلوب بالنسبة لمجلس 2009 هو الآن بأيدي أمينة اللي هي أيدي سمو الأمير، إن لا يوجد أي عضو تقدم باستقالته، وأيضا الدليل على أن ما في أي عضو، أنا قرأت مثل ما قرأت أن في من قدم استقالته، ولكن قبل أيام قليلة كان هناك زملاء من مجلس 2009 ادعوا أنهم سيتقدمون باستقالتهم وتراجعوا عن هذه الاستقالة، وعندما سألهم القاضي أنتم أعضاء في مجلس 2009 أجابوا بنعم وحصلوا على الحصانة المطلوبة. حمد النبهان من مجلس الأمة، قناة الكوت. استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين في زيارة رسمية للبلاد، كما استقبل سموه نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مالطا الدكتور تونيو بورج، واستقبل سموه سفير جمهورية السودان لدى الكويت إبراهيم مرغني إبراهيم بمناسبة انتهاء مهام عمله. اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة الدكتور نايف الحجرف اليوم نتائج الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي ونتائج المعهد الديني، وقال الوزير الحجرف إن نسبة النجاح هذا العام في القسم العلمي بلغت في التعليم الحكومي 94.6% وفي التعليم الخاص فكانت 94.4%، أما مراكز تعليم الكبار 62.9% والمنازل 17.2%. بكثير من الأمل وبمزيد من البهجة وبغليل من دموع الفرح، خرجت الكويت طلابها وطالباتها من الثانوية العامة في احتفال مميز وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتور نايف الحجرف. أبنائي الطلبة والطالبات، أن التفوق محطة في حياة الإنسان يقف عندها المرء إجلالا وإكبارا لكل من ساهم في تحقيق هذا التفوق، ونحن اليوم إذ نقف لكم إجلالا وإكبارا أيها الأبناء. ففي القسم العلمي كانت نسبة النجاح عام 2011 92%، فيما ارتفعت هذا العام إلى 94.6%. أما القسم الأدبي فزادت هذه النسبة إلى 94.4% مقابل 88% عام 2011. قسم المعهد الديني تراجعت نسب النجاح فيه لتبلغ 62.9% فيما كانت 63%. ارتفاع نسب النجاح أعاد إلى الأذهان مشكلة عدم قدرة جامعة الكويت على استيعاب أعداد كبيرة من الطلبة للعام الدراسي القادم. نسب النجاح لله الحمد لا تختلف كثيرا عن نسب النجاح العام الماضي، لكن تم بحمد الله جهد كبير بذل في الكنترول وفي جميع اللجان العلمية وفي لجان التصحيح. وضعنا خطة طموحة لاستيعاب جميع خريجين الثانوية العامة ممن استوفوا الحد الأدنى من المتطلبات، سواء استيعابهم في جامعة الكويت أو في الهيئة العامة لتعليم التطبيق والتدريب أو في خطة البعثات الداخلية أو خطة الابتعاث الخارجي. في خطط كبيرة تركناها لعمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت للتعامل مع جميع الطلبات وفقا لمرئياتهم وفقا لطاقتهم الاستيعابية. بلغ عدد الناجحين في الصف الثاني عشر علمي في التعليم الحكومي أكثر من 10,000 طالب وطالبة، وفي القسم الأدبي بلغ عدد الناجحين ما يقارب 9,000 طالب وطالبة. أنا طالب طلال محمد خالد الشقيح، نسبتي 99.58. حصلت على المركز الأول على مستوى الكويت بالنسبة حق الطلبة الكويتيين. الطموح المستقبلي إن شاء الله أني راح أدرس طب في أمريكا، ناوي إن شاء الله أني أتخصص جراحة قلب، وإن شاء الله أرد الكويت دكتور. الحمد لله ترتيبي كان 46، وطبعاً أسباب النجاح دعاء الوالدة، ترتيب الأوقات، مجهود الإدارة بالمدرسة والأبلات. الحمد لله، أول شيء الحمد لله رب العالمين، هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى،
وأمي وأبوي وخواتي كلهم شجعوني ورفيجاتي، وأكيد الفضل حق أبلاتي والإدارة المدرسة. الحمد لله تنظيم الوقت والدراسة الجادة واليومية قدرت أحقق اللي أنا أبغاه. أهدي نجاحي هذا حق أمي وأبوي وأسرتي ومعلماتي وعلى رأسهم مديرة المدرسة الأستاذة سامية توفيقي. النجاح جاء نتيجة الجد والمثابرة والإخلاص والاجتهاد في الدراسة، فمن زرع حصد ومن سار على الدرب وصل. أحمد الفضلي، قناة الكوت. أكدت وكيلة وزارة التربية أن هناك تنسيق متواصل بين وزارة التربية والجامعة والتطبيق للوقوف على قبول جميع الطلبة والطالبات الخريجين. طبعا وزارة التربية دائما في اجتماعات وتنسيق خصوصا ويا جامعة الكويت ويا التعليم التطبيقي ويا الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ويا وزارة التعليم العالي، اجتماعات مكثفة حتى يمكن استيعاب خريجين الثانوية العامة في جميع مجالات الموجودة داخل الوزارة سواء جامعات اللي داخل الكويت أو برا الكويت المنح. اشتغلنا يمكن من سبتمبر اللي فات وإحنا في اجتماعات مستمرة وياهم، إن شاء الله راح يستوعبون كلهم، وإن شاء الله ما حالف الدور، إن شاء الله الدور الثاني الله يوفقهم إن شاء الله وينجحون وهم يدخلون الجامعة. دعوة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى انعقاد أكثر من جلسة لمجلس 2009 وصفها النائب فيصل دويسان بأنها تأتي في ظل حدة التصريحات النيابية وعدم رغبة النواب بحضور جلسة واحدة تكون مفتاحا لحل المجلس. لدويسان رفض التصعيد الذي شهدته ساحة الإرادة والإساءة للقضاء والمطالبة بإمارة دستورية وحكومة منتخبة، مؤكدا أنه أمر خطير ويعد إرهابا للسلطة التنفيذية. تصريحات رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بالدعوة إلى انعقاد أكثر من جلسة لمجلس 2009 وصفها النائب فيصل دويسان بأنها إشارات تلمسها من بعض النواب لعدم رغبتهم بحضور جلسة واحدة تكون مفتاحا لحل مجلس الأمة. تصريح الرئيس الخرافي بأنه سوف يدعو لجلسة ثم لأخرى يبدو أن إشارات تلقاها من النواب بأنهم غير عاقدي العزم على حضور جلسة يتيمة وبعدها سوف يتسلمون مرسوم الحل بهذه الطريقة، فإذا كان من حل فليكن حل مباشرة. وحول الأجواء التصعيدية التي شهدتها ساحة الإرادة، وصف الدويسان تهديد البعض للسلطة القضائية بأنه أمر خطير، معتبرا أن المطالبات بإمارة دستورية وحكومة منتخبة هو إرهاب للسلطة التنفيذية. لا شك بأن تجمع ساحة الإرادة الخاص بنهج هو رسالة لأطراف عديدة منها السلطة القضائية، وهذا أخطر ما في الأمر أن توجه رسالة للسلطة القضائية، هذا أمر مرفوض تماما، يريدون إرهاب القضاة ويريدون إقحام القضاة في العملية السياسية. الرسالة الأخرى واضح أنها للقيادة السياسية، واضح أنها محاولة فرض أمر واقع وإرهاب للسلطة التنفيذية، لذلك على السلطة التنفيذية أن تكون مرهوبة الجانب. المسألة عبارة عن فرص وانتهازات، فرص للانتهازية ولتحقيق محاولة لزحف السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية. تشاهدون بعد الفاصل. إسرائيل قلقة من مرسي ومن رئيس استخبارات إخواني. أهلا بكم من جديد. دعا وسيط السلام الدولي كوفي عنان إلى عقد اجتماع على مستوى الوزراء بشأن سوريا في جنيف يوم السبت المقبل بهدف السعي لإنهاء العنف والاتفاق على مبادئ انتقال سياسي بقيادة سورية. وأوضح عنان أنه دعا وزراء خارجية القوى الخمس الكبرى وهي بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى تركيا والاتحاد الأوروبي والعراق والكويت وقطر، ولم يشر إلى إيران التي تركز موسكو على أهمية وجودها. قال جان ماري جيهينو نائب وسيط السلام كوفي عنان إن المبعوث الأممي يتعاون مع جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية سلمية وشاملة في سوريا، لكن هذه الجهود لا يمكن أن تكون بلا نهاية، مبينا أن الوقت ينفد وسوريا تنزلق إلى أعمال عنف أعمق وأكثر تدميرا. وقال جيهينو إن جميع الأطراف حاليا لا تؤمن باحتمال التوصل إلى حل سياسي
لافتا إلى أن المعارضة منقسمة بين من يؤيدون حلا سياسيا سلميا ومن يؤيدون استمرار المقاومة المسلحة. وطالبت فرنسا مجموعة العمل التي دعاها عنان بالتوصل إلى موقف مشترك بشأن حل سياسي له مصداقية. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن على مجموعة العمل الاتفاق على مبادئ انتقال ديمقراطي ووقف القمع والسماح بحرية دخول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين. وقال الدبلوماسي الصيني شيا جينغ أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن وساطة عنان وخطته قناة مهمة وواقعية لتخفيف حدة أعمال العنف وتمهيد الطريق لحل سياسي. ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن الولايات المتحدة تؤيد تماما خارطة طريق لتحول سياسي في سوريا، عاملة أن يكون الاجتماع نقطة تحول وسط الظروف المأساوية للغاية التي تحيط بالشعب السوري. المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة في تالي تشوركين قال إن وزير خارجية بلاده سيرجي لافروف سيحضر الاجتماع الذي تعلق عليه موسكو آملا كبيرة. وكان مسؤول مخابرات أمريكيون قالوا أن الدائرة المقربة من الرئيس بشار الأسد ما زالت متماسكة رغم انشقاق بعض العسكريين. وذكروا أن روسيا قدمت للقوات السورية أنظمة دفاع جوي متقدمة إلى جانب طائرات هليكوبتر هجومية. دمر مسلحون مقر قناة الإخبارية السورية الخاصة وقتلوا 3 موظفين و4 حراس فيها. وأكد عمران الزعبي وزير الإعلام أن المجموعات المسلحة التي اقتحمت فجر اليوم مقر قناة الإخبارية السورية ارتكبت مجزرة حقيقية. أيضا نفذت هذه العقوبات فعليا اليوم، ولكن نفذت على حساب أرواح المدنيين، أرواح الإعلاميين، مهنة الإعلام، شرف الإعلام، مهنة الصحافة وشرف الصحافة. هذه الجريمة هي برسم الاتحاد الأوروبي وبرسم عقوباته، برسم مجلس الأمن وبرسم فريق المراقبين في سوريا. قتل 4 جنود أتراك في اشتباكات بين قوات الجيش ومسلحين من حزب العمال الكردستاني في مدينة شرناق الحدودية بجنوب شرق البلاد. وتأتي هذه المواجهات بعد مقتل جندي تركي في تلك المنطقة. وقتل 3 جنود في كمين مسلح، وهو ما رفع عدد الضحايا الاشتباكات إلى 4 قتلى وجريحين. وكان 8 جنود أتراك قد لقوا حتفهم الأسبوع الماضي بهجوم شنه مقاتلون أكراد على مركز متقدم قرب الحدود العراقية. وقتل في العمليات التي تلت ذلك الهجوم نحو 30 مقاتلا من حزب العمال. كما شن الجيش التركي سلسلة غارات جوية على معاقل المتمردين الأكراد بشمال العراق. قال المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي إن الرؤية الاقتصادية للرئيس المنتخب محمد مرسي تعتمد على تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قيمة مضافة. استباقا لأي تساؤلات حول خطة عمل الرئيس المصري محمد مرسي خلال الأيام المقبلة، قال ياسر علي المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية إن مرسي لديه العديد من الرؤى والخطط العملية للنهوض بمصر، وفي مقدمتها الرؤية الاقتصادية التي تعتمد على تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قيمة مضافة، مشيرا إلى وجود دراسات فعلية سيتم تنفيذها فورا. وأوضح علي أن السياحة تحتل حيزا رئيسيا من برنامج الرئيس، موضحا أن كل الإجراءات التي سيتخذها خلال 100 يوم الأولى من برنامجه تصب في صالح الاقتصاد المصري والسياحة. وقال أنه سيتم تقديم ضمانات كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال لتشجيعهم على الاستثمار في مصر. من جهة أخرى، رفض النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طلب التصالح الذي تقدم به جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق في قضية التلاعب بالبورصة والاستيلاء على أموال البنك الوطني المصري. رفض طلب التصالح جاء بعد رأي قضائي أكد أن التصالح غير جائز قانوناً، حيث أن المال الذي تم التعدي عليه يأخذ حكم المال العام الذي لا يجوز التصالح في الجرائم المتعلقة به. وكان النائب العام أحال المتهمين للجنايات وأمر نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقاتها فيما تضمنته نفس القضية من اتهامات غسيل أموال جديدة. أثار إعلان فوز مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي بانتخابات الرئاسة المصرية ردود فعل صهيونية شابتها حالة من الارتباك والقلق بشأن مستقبل العلاقات الثنائية بين مصر والكيان الصهيوني وتأثيرها على خارطة التحالفات في المنطقة.
حالة من الحزن والقلق الشديدين تجتاح الكيان الصهيوني بعد فوز محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر بمنصب رئيس الجمهورية رغم تعهده باحترام المعاهدات الدولية لبلاده. نعم، قد تحولت معاهدة السلام مع مصر الآن إلى معاهدة سلام باردة بعد مجيء مرسي، كما نؤمن أنها يوما ما سيتم إلغاؤها وهذا ما يقلقنا. أعتقد أن الرئيس المصري محمد مرسي ذو المرجعية الإسلامية سيكون من أقوى رؤساء مصر في الأيام المقبلة. ولم يمر كثير من الوقت حتى توالت ردود أفعال العديد من ساسة الكيان الصهيوني الخائفين، خصوصا بعد مرور 34 عاما على اتفاقية كامب ديفيد التي منحت إسرائيل الأمن والاستقرار. ومن هذا المنطلق فإن الأمر مرشح لكي يتحول إلى حرب باردة قد تسخن بشكل تدريجي بقيادة أول رئيس إسلامي ينتخب عبر صناديق الاقتراع في تاريخ مصر. أتمنى من الرئيس المصري المنتخب أن يدرك أن معاهدة السلام الموقعة بين إسرائيل ومصر حيوية جدا على كافة الأصعدة السياسية للدولتين وخصوصا لمصر. محور القلق الإسرائيلي هو مصير اتفاقيات كامب ديفيد والتنسيق الأمني المتفرع عنها واحتمال التغيير في قمة الجهاز الأمني المصري ووصول رئيس استخبارات إسلامي محل اللواء مراد موافي الذي حل محل اللواء عمرو سليمان. وكان مرسي طمأن الأمريكيين والإسرائيليين بأنه سيحترم المعاهدات الدولية دون أن يذكر معاهدة كامب ديفيد بالاسم. وترتبط العلاقات المصرية الإسرائيلية بصيغتها الحالية بقضيتين رئيسيتين تتباين الآراء بشأنهما، أولهما معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وثانيهما قضية المصالحة الوطنية الفلسطينية وما يتعلق بها من إشكاليات الدولة والمواطن الفلسطيني. أعلن مصدر قضائي إن محكمة بحرينية قررت إطلاق سراح الناشط الحقوقي نبيل رجب. وأضاف المصدر إن المحكمة حددت جلسة 9 يوليو المقبل للنظر في القضية، وكانت النيابة العامة قررت في 6 من الشهر الجاري اعتقاله. ويواجه رجب 4 قضايا، 3 منها تتعلق بالتظاهر المحظور وأخرى بتهمة إهانة هيئة نظامية. وكانت المحكمة أفرجت عن رجب في 28 مايو الماضي بعد أن كان ملاحقا بسبب مشاركته في تظاهرات اعتبرتها السلطات البحرينية محظورة. ويدير الناشط الحقوقي نبيل رجب مركز البحرين لحقوق الإنسان، وأوقفته السلطات للمرة الأولى في مايو الماضي. يأتيكم بعد الفاصل. هي تؤكد القاعدة باتت أقوى بعد الثورات العربية. أهلا بكم من جديد. قتل 9 أشخاص وأصيب 17 آخرون عندما زرع مسلحون قنابل حول منزل أحد مسؤولي حزب الفضيلة جنوب بغداد. في غضون ذلك حذر رئيس الوزراء نور المالكي من أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة إذا رفض معارضوه التفاوض على إنهاء الأزمة السياسية في محاولة لدفع الكتل السياسية للتفاوض قبل اللجوء إلى انتخابات مبكرة. دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى انتخابات مبكرة بهدف إنهاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ أشهر. وذكر البيان الذي نشر على موقع رئاسة الوزراء أن رفض المعارضة المفاوضات وإصرارها على سياسة إثارة الأزمات جعلت المالكي يضطر للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة. وتأتي دعوة المالكي في وقت تحاول قوى سياسية معارضة له منذ أسابيع سحب الثقة من حكومته. ويشكل هذا المسعى أحد فصول الأزمة السياسية التي بدأت عشية الانسحاب الأمريكي، وهو تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الأمن والاقتصاد. وينص الدستور العراقي على أن حل مجلس النواب يتم بالأغلبية المطلقة بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. كما ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية يدعو عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل. ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الأمور،
يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني تحفظ على خطوات سحب الثقة من المالكي، وبالموازاة مع الدعوة إلى تقديم موعد الانتخابات التي من المفترض أن تجرى بعد عامين، طالب بيان مكتب المالكي الفرقاء السياسيين بالعودة إلى الحوار وإجراء الإصلاحات المطلوبة. ويرى المالكي أن البرلمان بحاجة إلى حركة إصلاحية سريعة وقوية، متهما رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي القيادي في قائمة العراقية باختصار البرلمان في شخصه وقائمته. في غضون ذلك، أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان نشر على موقع البرلمان على ضرورة احترام الدستور من خلال حضور الجميع في المجلس للمساءلة أو الاستجواب عند طلبه ذلك، متهمة المالكي برفض حضور جلسة الاستجواب. تتزايد المخاوف الغربية من تصاعد نفوذ القاعدة والتنظيمات المتفرعة عنها في العالم، وتشير تقارير الاستخبارات البريطانية والأمريكية إلى أن هذه التنظيمات استعادت عافيتها بعد انتفاضات الربيع العربي، مستغلة الضعف السياسي والأمني في الدول التي شهدت تحولات سياسية لتوسيع نفوذها وتصعيد هجماتها. اعتبر جهاز مكافحة التجسس البريطاني أن انتفاضات الربيع العربي فتحت مناطق جديدة لتنظيم القاعدة ليعيد بناء نفسه. وقال جوناثان إيفنس مدير الجهاز خلال محاضرة في لندن أن الفوضى التي خلفها انهيار الأنظمة التي أطاحت بها الانتفاضات العربية خلق مناخا متسامحا مع القاعدة، وأكد أن جهازه يمتلك أدلة على قيام بريطانيين برحلات إلى الخارج سعيا لتدريبات والقيام بأعمال قتالية، وأضاف أن بعضهم يشكل تهديدا لبريطانيا. وأشار المدير العام لجهاز مكافحة التجسس أن نفوذ القاعدة يبتعد عن أفغانستان وباكستان ليترسخ في اليمن والصومال والساحل الإفريقي وينتشر في أماكن أخرى. وأقر جوناثان إيفنس بأن الألعاب الأولمبية التي تجرى في يوليو وأغسطس القادمين بلندن تعد هدفا مغريا للمتشددين. في سياق متصل، قال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أن ثلاثا من أكبر الجماعات المتشددة تتقاسم الأموال وتتبادل الأسلحة والمتفجرات، فيما يمكن أن يكون مؤشرا لتصاعد التهديدات الأمنية في القارة الإفريقية. وقال جنرال كارتر هام أن هناك مؤشرات على أن جماعات بوكو حرام في نيجيريا وحركة الشباب المجاهدين في الصومال وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يتلقى مقاتلوها تدريبات مشتركة. واعتبر هام خلال ندوة للمسؤولين العسكريين والمدنيين من إفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا بالمركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية أن هذه المنظمات الثلاث تمثل تهديدا خطيرا، مضيفا أن هناك دلائل على أن هذه المنظمات تسعى لتوحيد جهودها. ويخشى مسؤولون غربيون من أن التطورات الأخيرة في شمال مالي قد تحول المنطقة إلى أفغانستان إفريقية. ويرى خبراء غربيون أن تنظيم القاعدة لا يمثل خطرا على دول المنطقة فحسب، بل على الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام. أعلنت السلطات البحرية الأسترالية غرق سفينة على متنها حوالي 150 مهاجرا على بعد 100 ميل من جزيرة كريستماس النائية في المحيط الهندي، فيما تحاول فرق الإنقاذ البحث عن ناجين. وأكدت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد أن عملية الإنقاذ جرت في ظل وجود سفينتين تجاريتين في موقع الحادث، إذ تم انتشال 132 شخصا. ويأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوع على غرق سفينة تقل حوالي 200 مهاجر غالبيتهم من أفغانستان بالقرب من نفس الموقع، حيث تمكنت فرق الإغاثة من انتشال 110 ناجين و17 جثة، في حين اعتبر البقية في عداد المفقودين. كان هذا هو خبرنا الأخير، وإليكم تذكير بأهم العناوين. الرئيس جاسم الخرافي العائد بقوة يؤكد لن يستطيع أحد إيقاف مجلس 2009 عن دوره، والأمر رهن فيما يقرره سمو الأمير. وزير الإعلام السوري يضع الجريمة برسم الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، المجموعات المسلحة تهاجم الإخبارية السورية وتقتل ثلاثة من الإعلاميين. انفجار يقتل عائلة أحد المسؤولين في حزب الفضيلة، والمالكي ينوي طلب حل البرلمان إذا فشل الحوار. لمزيد من الأخبار تابعوا كوت نيوز على التويتر، وللتواصل معنا يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني وعبر الفيسبوك. دمتم في أمان الله وحفظه.